استمتع ايضا بمشاهده كوكب اخرى جميله من افراس. انهينا مرحله المهرات والان مرحله الافراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات. الفرس تلو الاخرى سوف يمتلئ الميدان عن بكره ابيه من الافراس المشاركه بها تلبية.
إذن بعد هذه النظرة العميقة من قبل الحكام تخرج تلك الأفراس بهدوء وطمأنينة وثقة على أرض الميدان. صافح حد خيل نستقبل في هذه الأثناء أولى الأفراس في أرض الميدان. First Mayor Hugo
أولى الأفراس، الفرس رقم 238 نشاهد الآن أمام الحكام الوقفة بعد أن أدت الحركة والمشي، تقف الآن ويبدأ الحكام لأخذ الانطباع الكامل، الرأس، الرقبة، الجسم، الخط الظاهر، الخوائم، هذا كل ميزة لها 20 علامة، العلامة من 20 طبعا. ونشاهد كيف الحكام يأخذون زوايا ويتحركون من هنا إلى هناك، والتأكد من هذا الجمال الرباني الذي حباه الله سبحانه وتعالى للفرس العربية الأصيلة. تنهي هذه الجميلة وننتظر جميلة أخرى بعرض الميدان. Next mare to go. تعرف إلى أولى الأفراس وعلاماتها. الفرس 238 بسمة الخليج. بسمة الخليج من الأب ملاتشي أم والأم زادية، المالك سيد محمد مهدي مبعض القحم القحطاني. سكو مير نمبر 238 فور تاي بالهوية العربية. Unanimous 18.5 18.5 جميع الحكام. Head and neck على رأس ورقبة 18.5 18.5 and 18.5 بعد أن تبلاين جسم خط الظهر 17.5 and 18 legs قوائم 14.5 15.5 14.5 and 15. movement الحركة 18.5 and 18.5. total score 87.63. إذن 87.63 مجموع علامات أولى الأفراس في هذه الفئة 87.63. Next mare to go. سوف نتعرف الآن نتائج الفاص رقم 239 عطرة العقابية من الأب هباب النايفات والأم إيلاديا،
المالك السيد إبراهيم عبد الرحمن محمد العقاب مربط العقابية الخيل العربية الأصيلة. سكور مير نمبر 239 تايب هوي العربية 18.5 18.18. هيد النك على صور رقبة 18.5 18.5 and 18.5. بعد أن تبلان جسم خط الظهر 18.5 17.5 and 17.5. legs القوائم 14, 15, 15 and 15.5. movement الحركة 17.5 17.5 17.5 and 17. total score 86.38 86.38. مجموع علامات عطرة العقابي. نتائج الفرص رقم 42 أبها خالدية من أب رادة خالدية والأم نبارة الخالدية. المالك سيد محمد بيض سعيد المري. سكور نمبر 224 تايب هوي العربية 18.5 and 19. إذا من أرص رقبة 18.5 and 19. بعد أن تفلاي جسم حق الطهر 17.5 and 18. legs قوائم 15, 14.5, 15 and 15.5. movement الحركة 17.5, 18, 18.5 and 19. total score 87.50 87.50. مجموع علامات أبها الخالدية.
إذن من كبار على مات الفرص رقم 241 نوير السيد وهي من الأب أليكساندر ومن الأم وزير ما دين أسعي مالك مربط السيد الخيل العربية الأصيلة. كور من نمبر 1241 رقم 241 نوير السيد فور تايب الهوية العربية 20 19.5 20 at 19.5 head and neck واو واو ما شاء الله 20 20 19.5 at 19.5 ما شاء الله body and top line الجسم خط الظهر 18 17.5 18 17.5 legs القوائم 16 14.5 15.5 and 16 movement الحركة 18 18 18.5 and 18.5 total score 91 91 علامة لنوير السيد ربنا واحد ربنا واحد كلنا سلمان كلنا محمد ربنا واحد ربنا واحد كلنا سلمان كلنا محمد ربنا واحد ربنا فرص رقم 243 نمار معود من الأب إبرا البي والأم الإسراء فاكترا المالك السيد محمد مهدي معيض الفهم القحطاني سكور من نمار 243 طيب هو العربية 18.5 and 19 حافرين اسمه على خد القمار في قلوب الشعب سلمان ومحمد طول الدهر الليلة ما تنفضل بنا شهيد أحفاد أبو بكر وعمر وابن الوليد الليلة ما تنفضل بنا شهيد أحفاد أبو بكر وعمر وابن الوليد الليلة ما تنفضل بنا شهيد
جابر عود وهي الأب ألكسندر والأم بيدي أتش جوست ديبيني. أما المالك هو سيد صالح المياه باخت المطرفي مربط الباخت للخيل العربية الأصلي سكور نمبر 2444 تايب الهوية العربية 20 90.5 90.5 and 20. ما شاء الله إذا ذكر أصل رقبة 20 90.5 90.5 and 90.5. بعدين تطلعين تسمع تطلعين 18.5 17.5 18 17.5. ليك القوائم 15.5 15.5 15 and 15.5. موفمنت الحركة 90.5 20 90.5 and 18.5. total score 92. ما شاء الله 92 علامة ما شاء الله للجميلة الرائعة وهي تيجان المعود. ما شاء الله عليها تيجان المعود تدخل بقوة. الله يبارك لصاحبها سيد صالح النيع باخت المطرفي مربط الباخت الخيل العربية الأصيلة. الفرس رقم 245 وهي غلا الصفوة. أريا
سيبراتزا، أما المالك فهو سيد مجاهد حسين علي الشكباني مربط المصير. سكور نمبر 2-4-6 تايم هو العربي 18.2 يونانيمس 18.5 18.5 جميع الحكام هيدا ذنك على صورة قبل يونانيمس 18.5 18.5 جميع الحكام بدع كفاك السماح حتى طاهر 17.5 17.5 17.5 لكس قوائم 15 15 15 16 موفمنت الحركة 18 18 18.5 and 18 تلتا سكور 87.50 87.50 مجموع علامات إسراء العالية. تحت راية سيدي عز وشجاعة والشهادة حلم والجنة طماعة يا جايدي يا سيدي يا جايدي يا سيدي الحمل قطار أنا أشهد إنك أنت يا عز المقام يا صامل الهدات والفعل رقم 248 سحاب السيد وايام الابيم الرديه والام بنت الشمال مالك السيد سلطان خالد محمد المزيد مربط رزين سكور بنمبر 248 تايم هوي العربيه 19 19 19 19.5 هذا نك على صور رقبه 18.5 19 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
الى 2.5 2.5 بعد 2.5 توتال سكور 89 بوينت. ساتبني علامه جمعتها الفرص رقم 248 وهي سحاب السيد. Next let to go. حنا بلد للخير من السرور بديرة عالي السحاب يسكن في شم بجبالها أطهر ثرى وأغلى تراب نفخر بفعل رجالها حنا جسد فيها البلد روح حنا بلد للخير من السرور
44 مهرانية الشوق وهي من أب مهراني أب الأم زولة أم المالك هو سيد سعد عبد الله علي الدويني مربط عز القول سكور من نمبر 249 تاي بهوية العربية يونانيمس 19 سطح جميع الحكام ددنك على صور رقبة 19.5 19 19.5 and 19 بعد أن تبلان جسم خط الظهر 17.5 18 17.5 18 legs of Hawaii 15 14.5 14.5 and 15.5 movement and haraka 17.5 18.5 18 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
Mayor to go. إذن نذهب إلى علامات الفرس رقم 250 النايفة الأنجي، وهي من الأب ماسكوت ديس ألبز والأم سميرة الزبير، الملك سيد محمد ناصر نيسان المسيح مربط السلطانة سكور نمبر 250 تايب الهوية العربية unanimous 19.5 19.5 جميع الحكام head and neck رأس ورقبة 19 19.5 19 19 بدأ top line جسم خط الظهر 18 18 18 and 18 legs قوائم 15.5 15 15 15.5 and 15.5 movement الحركة 19.5 19.5 20 at 19.5 total score 91.63 91.63 و 90.63 حصلت عليها الفرس النايفة الأنجي. Next mare to go. وإيش يعني آل سعود؟ يعني الفرح موجود، يعني الأصل، يعني الفصل، يعني الكرم والجود. حكم والله اللي حكم خدام بيتين الحرم شعارهم وصل العلم توحيد المعبود. وش يعني آل سعود؟ يعني الفرح موجود، يعني الأصل، يعني
يعني الكرم والجود. حكم والله اللي حكم لفت انحرم شعرهم وسط العلم توحيد المعبود. انجيت لكوكب صفا إذن نعود إلى علامات الفرس رقم 251 بدوية المعود وهي من الأب عمارة جي والأم مستل المعود. أما المالك وهو سيد متعب بن سعد بن عثمان الطقيس مربط أمتي للخيل العربية الأصيلة. Missing score هي حكم ناسي علامة وننتظر توقيع الورقة. نتابع هذه المهرة هذه الفرس بأرض الميدان بعدما تصلنا نتائج بدوية المعود. صاحب الحاجة سكن والطيب في هذا الزمن في دين هم مولود الله قلوبهم دار وطن وصاحب الحاجة سكن والطيب في هذا الزمن في دين هم مولود آل السعود. وش يعني آل السعود؟ يعني الفرح موجود يعني الأصل يعني الكرم والجود يعني الكرم والجود. إذا لا نعلم نتائج المرض رقم 250 بدوية معود سكور من نمبر 251 تايب واو واو 19.5 to 20 to 20 at 19.5 ما شاء الله هيد اند نيك راس ورقبة 19.5 to 20 19.5 and 19.5 but at the planche is محط الظهر 18 18.5 18 and 18 legs قوائم 15.5 15 15.5 and 15.5 movement الحركة 19 19 19.5 and 19 total score 92 ما شاء الله 92 علامة جمعتها بدوية المعود ما شاء الله عليك. معدل نفس معدل الفرس رقم 244 لكن 244 هي المتصدرة بفارق الحركة. الحركة الصدارة بقيت مع فرس رقم 244 تيجان لمعود هي المتصدرة لغاية الآن بفارق الحركة يعني كانت عدلات حتى بالهوية العربية. رجعنا إلى علامة الحركة والآن هي المتصدرة.
next man to go. أوسع لك من دروبهم شمالهم وجنوبهم الشعب صار جدود الله العطا وقلوبهم أوسع لك من دروبهم شمالهم وجنوبهم الشعب صار جدود جاء الفرص لحظ الناس يعني 50 انتصار العروبة وهي من الأب الأريام شيبوب الأم بول إكس بولي المالك سيد عبد الله بن خالد بن عبد الله مخايطة مربط أم كيل الخيل العربية الأصيل سكور بين نمبر 2-5-2-4 دايب بالهوية العربية يونانيمس 19 19 جميع الحكام هددنا خلاص الرقبة 18.5-19-19-19 بعد أن تفلان جسم الظهر Unanimous 18, 18 جميع الحكام لجأ القوائم 15.5, 15, 15, 15.5 movement الحركة 18.5, 18.5, 19 and 18.5 total score 89.75 89.75 مجموع علامات الفرص رقم 252 انتصار العروبة Next not to go. عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان فيصل عبد العزيز البهجان مربط العراق الخيل العربي الاصيل اسكور من نمبر 253 تايب هوية العربية يونانيمس 18.5 18 ونصف جميع الحكام هزت لك خلاص والرقبة 18.5 and 18.5 بدأ ان تفلاي جسم خط الظهر 18.5 and 18 legs قوائم 16 15 15 and 15 movement الحركة
18.5 and 18.88 علامة جماعة فرح النعم. من النظارة تشوفها فور ميار الرابعة وهي من أبشك الابتداء والأمة أبا شواب واجين المالك سيطفان بن محمد بن عبد الله بن الشيان مربطة درعية الخيل العربي الأصيلة جاي هو العربية 19.5 and 19 20, 19.5 and 19.5 ما شاء الله. بدن تطلعين في صباح الطفار 18.5, 18, 18 and 18 legs of climb 15.5, 15, 15 and 14.5 movement الحركة 19.5, 19, 19 and 18.5 that is called 91.23, 91.23 مجموع علامات ميار الرابع يطهر بلد واغلى بلد من دون حدك نتحد وسيدي صنع العهد هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق هي فرق التوحيد فوق فوق العلالي والبروك المجد بك دايم يلوك هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق في ظل كنق المملكة سلمان والعز أدركة والمجد نتائج الفرز رقم 257 مزون العرب مزون العرب من الاب دبليوت يورك ومن الام دنايت ان اي المالك مؤسسة مربط العرب التجارية سكور بير نمبر 257 تايب هوي العربية 19.5 19 and 19 جميع الحكام بدأ top line 18.5 18 18.5 and 18 legs climb 15, 15.5, 15 and 16.5 movement الحركة 19, 19, 19 and 18.5 total score 90.75 90.75 لمزون العرب last mayor thank you so much judges And thank you, Ringmaster. Thank you, DC. This program is offered by. Oh,
one time. ذكر هذه الفئة برعاية مربط السلام، هذه الفئة برعاية مربط السلام. كل التحية لمربط السلام الذي سوف يقوم بتتويج الفائزات. تنكسر شمس العصر بظلالها، ضافي القصة على الطرف الخجول، تنكسر شمس العصر بظلالها، وصفها وصف السحاب اللي يحول، كل عين تستخيل خيالها. البنات الريح لصفر الجفول كنها ظبي الفلا. إذن وصلت النتيجة الآن، آخر النتائج. عساف الخيول زينها في دقها وجلالها. المركز الأول فيت بليس من نمبر 244 رقم 244 تيجان علي معود. ألف مبروك لمالك هذه الفرس الرائع سيد صالح منيع باخت المطرف في مربط الباخت للخيل العربية الأصيلة. ألف مبروك. سكند بليس المركز الثاني نمبر 151 بدوية لمعود. ألف مبروك لسيد متعب بن سعد بن عثمان القيس مربط أمتي للخيل العربية. ألف مبروك. ثيرد بليس المركز الثالث مير نمبر 250 الفرس رقم 250 النايفي الأنجي. نبارك سيد محمد ناصر نيسان السيحاني مربط السلطانة. ألف مبروك. فورث بليس المركز الرابع مير نمبر 254 الفرس رقم 254 ميار الرابعة. ونبارك السيد سلطان بن محمد بن عبد الله بن غشيان مربط الدرعية الخيل العربية الأصيلة. المبروك. المركز الخامس 50 بليس من نمبر 241 الفرس رقم 241 نوير السيد. ونبارك لمربط سيد الخيل العربية الأصيلة. ألف مبروك لجميع الفائزات من الأفراس والفائزين من المالكين والمربين. وطبعا هذه الفئة برعاية مربط السلام. تتفضل بتتويج الفائزات في هذه الفئة. كل الشكر والتقدير لمربط السلام، ونبارك للجميع. وكل الشكر للجنة المنظمة العليا ولمركز الزيد للخيل العربية المنظمة هذه البطولة الرائعة. ألف مبروك لجميع الفائزين.
الحازم.